مرحبا طلاب، نبدأ إياكم بشرح الليكتشر الأول من الليبيدز اللي هو الليكتشر الثامن بالكورس الأول. زين، هسه بهالمحاضرة راح ناخذ قسمين اللي هن الدايجستشن والابزوربشن مال الليبيد، والقسم الثاني اللي هو البلازما لايبوبروتين. وورا ما نخلص هالليكتشر راح نتعرف على كل ذن الشغلات. زين، وهذا الريفرنس مالتكم. زين، نبدأ بأول سلايد. An adult يقول and just about 60 إلى 150 غرام of lipids per a day، والتريجليسرايد يمثل 90% منهن. طبعا هالنسبة أكيد كل واحد يقدر يغير كمية الغرامات اللي يأكلهن، مثلا واحد يصوم أو يتبع دايت بي نسبة بروتين عالية عادي. زين، هسا إذا الواحد أكله فد أكلة بي لبيدز، ايش راح يصير بالليبيدز أول ما يدخل من الفم لحد ما يمتص بالأمعاء الدقيقة؟ خلينا نشوف. زين، هسه هنا يقول digestion in the mouth and the stomach، وكاتب لك جوبل hydrolysis in the stomach by the action of acid stable lipase. احنا ما راح نطفر هيك، لا راح ناخذ وحدة بوحدة. خلينا نقول انه هذا اجا كلا قطعة بيها دهون ودخلت الحلقة. زين، الحلقة ايش راح يصير؟ عندنا الغدد اللعابية راح تفرز اللعاب، واللعاب هنا راح يحتوي على انزيم اسمه انزيم اللايبيز. اوكي، وانزيم اللايبيز موجودة بهواية اعضاء بالجسم من ضمنها الستومك والبنكرياس. زين، هنا طبعا اكيد انه الوقت ما راح يكفي حتى يصير هضم وتحليل كامل الدهون اللي اكلناها، فقبل راح انسان يبتلع ويدخل القطعة وين؟ بالستومك. زين، بالستومك ايش راح يصير؟ اللي راح يصير انه الانزيم مالت الستومك هم راح ينفرز عليه. فهنا ايش صار؟ صار عندنا لايبيز من مصدرين، اولا اللينجوال لايبيز، اوكي، وثانيا الجاستريك لايبيز. زين، خلينا نرجع ونقرا ايش مكتوب. يقول slow hydrolysis in the stomach by the action of acid stable lipase، يعني راح يصير تحلل مائي بطيء للدهون اللي اكلناهن في وين؟ المعدة. قلنا بالحلق ما راح نلحق انه نهضمهن، ليش؟ لان العملية البلع كلش سريعة والانزيمات ما راح تلحق تسوي اي شيء. زين، by the acid stable lipase شنو؟ طلاب عندنا الانزيمات بعضها تقدر تتحمل pH عالي، بعضها لا، بعضها تشتغل بأوساط قاعدية، وبعضها هسه كل انزيم إلى طبيعة pH معينة. اللايبيز هالانزيم عنده القدرة على انه يشتغل ويهضم بشكل طبيعي ب pH واطي مثل pH مالت المعدة، يعني مثل ما نعرف ان المعدة كلش حامضية، فهواية انزيمات ما راح تقدر تشتغل وتتفتت اذا موجودة بالمعدة، اما اللايبيز لا. زين، هسه نكمل. يقول which are originated from the glands at the back of the tongue، مثل ما قلنا انه هذا اللايبيز راح يطلع من الغدد اللعابية الموجودة في مؤخرة اللسان اللي تحديدا اسمها شنو؟ lingual lipase. احنا قلنا انه بالستومك هم اكو انزيم اللايبيز، فراح تتسمى شنو؟ gastric lipase. زين، احنا هسه فتتناها شوية شوية، ايش راح يطلع لنا؟ راح يطلع لنا triglyceride containing short and medium chain length fatty acid، يعني عنده triglyceride عندنا، حلو، وعنده شنو؟ افرع متوسطة وقصيرة من الفاتي اسيد اف اي. اخر معلومة بهالسلايد يقول these enzymes work in natural pH as in the stomach of infants، يعني الاطفال الرضع اللي هم الانفانتس اول ما يجون للدنيا المعدة مالتهم ما راح تصير حامضية، فهل انزيم اللي هو اللايبيز يشتغل معدة مو حامضية؟ الجواب ايه، يقدر يشتغل بشكل طبيعي.
هسا الدايجستشن بالماوث والستومك خلاص، الفات وراها طبعا اكيد راح يروح للامعاء الدقيقة. زين، الامعاء الدقيقة تشريحيا راح تتقسم لثلاث مناطق، اللي هن اول شي الديودينم، ورا يلي الجيوجينم، ورا راح يلي الاليوم. زين، هسا اخذوها بشكل يعني مبسط، بعدين راح تاخذوه بالتشريح بالابدومين بالكورس الثاني بشكل يعني دقيق اكثر. زين، هسا بس عرفوا لي انه الديودينا هو اول قسم من الامعاء الدقيقة اللي بالاسم بالعربي 12. زين، يقول the process of emulsification of lipid occurs، يعني راح يصير عندنا عملية اسمها الامالسيفيكيشن. وبكل بساطة شباب، الامالسيفيكيشن عبارة عن انه نجيب قطعة دهون كبيرة ونحولها الى قطع صغار. اوكي، بس هاي ليش؟ حتى نسهل من عملية امتصاصها. زين، هسه يقول emulsification increase the surface area of the lipid droplets so that the digestive enzyme act effectively. يعني احنا مو سويناها قطعة صغار، زين، معناته شنو؟ المساحة السطحية مالت الليبيد راح تزداد، لان بكل بساطة انه تحولت الى قطع اكثر، فاكيد المساحة السطحية راح تزداد، وبالتالي الانزيمات من تشتغل عليهن راح تشتغل بشكل اكثر. زين، As the emulsification goal is accomplished by the use of detergents properties of the bile salt. يعني ال emulsification راح يتحقق بواسطة الخصائص مالت ال bile salt. زين، And the mechanical mixing due to peristalsis. اكو عندنا شغلتين راح تسوي لنا ال emulsification، اللي هن ال bile salt اول وحدة، ثاني وحدة البريستالسيس، الميكانيكال ميكسينج مات البريستالسيس. زين، خليني اتعرف دني شنو. اللي ما يعرف، البايل صد راح ينتج الكبد. زين، ورا ما ينتج الكبد وين راح يروح؟ راح يروح ينخزن بالجول بلادر. طبعا دني شغلات بالاناتومي وبالفسلجة مات الجي اي تي راح تاخذوها يمكن بالفصل الثاني. زين، هسه ورا ما انخزنت من يجي الاكل راح ينفرز الجول برادر عبر قناة وتفتح وين؟ بالديودينم. زين، هو هذا البايل سولت، وراح نتعرف شو راح يسوي بعدين. اما البريستالسيس، البريستالسيس هي الحركية مالت الامعاء الدقيقة، راح يصير هنا مثلا كونتراكشن، وهنا تقلص كونتراكشن وانبساط، ويلي هيجي يعني تقلص انبساط تقلص انبساط. طبعا هالشي منه فايدتين، الاول يمزج الطعام هنا يعني مكان التقلص، وبعدين يدفع الاكل لقدام الى ان يمتص ويخلص عملية الهضم ويطلع وين؟ بالقولون الصاعد. زين، او العفو السيجمويد كولون. بس المهم ذني التشريح راح تاخذوها بعد، انتو بس فهموا انه البريستالسيس هي، هسه قلنا انه عملية الامالسيفيكيشن اللي هو تقليل حجم الكريات مالت الليبيدز اللي دخلت للاثني عشري اللي هو الديودينام صارا بواسطة البايل سالت والبريستالسيس. زين، هسه شغلة لوخ يقول بايل سالت، يعني يقول بايل سالت ار ديريفد فروم ذا كوليسترول وير ذا جلايسين اور تيورين از اتاتشد. يعني بكل بساطة هنا بالصورة الموضحة عندنا هذا كوليسترول. زين، هذا مركب الكوليسترول يجي يلتصق بشنو؟ يا اما مركب الجلايسين يا اما التيورين، وبالتالي ذن الاثنين سوا راح يكونون لنا بايل سالت، هو هذا المركب الكيميائي مالت البايل. ومثل ما تشوفون هنا بهالصورة انه قطعة الدهون كانت الفات كبيرة، وصارت اجتها البايل سالت هنا اتحدت وياها بحيث سوتها قطع صغار صغار. هنسى الهضم الدايجستشن بالمعدة خلص، احنا دخلنا الامعاء الدقيقة اللي هو الديودينام، والانزيمات اللي كانت اللي هن لينجوال لايبيز والجاستريك لايبيز دني خلص دورهن. هسه نجي للانزيماتيك ديجريديشن اوف دايتري ليبيز
باي ذا بنكرياتيك انزيم، يعني نشوف دور البنكرياس عملية هضم الليبيدز. زين، أول شيء يقول in response استجابة to internalness of lipid and partially digested protein، يعني استجابة لدخول الدهون والبروتينات المحطمة جزئيا to the upper small intestine، يعني هو الديودينم. ال upper small intestine يعني الديودينم. زين، يقول cells in the mucosa of the duodenum and lower duodenum produce small peptide hormone called cholecystokinin. نجيها واحدة واحدة. أول شيء شنو عندنا الميوكوزا؟ هاي الميوكوزا راح تاخذوها بالأنسجة بالمات الجي اي تي. زين، عندنا الجدار مات الأمعاء الدقيقة يتقسم إلى أربع أماكن. أوكي، هاي أول طبقة اسمها شنو؟ ميوكوزا. ووراها عندنا سب ميوكوزا، وعندنا ماسكولاريس اللي هي هاي، وعندنا سيروزا. هسه عرفوا ذني السوالف مالت الأنسجة، نجي نركز على الميوكوزا. الميوكوزا بها خلايا، عدة خلايا راح تاخذوها بالتفصيل، بس هسه اللي يهمنا انه بما انه اجانا هنا دهون، الخلايا هاي راح تتحسس انه الاكل الموجود هنا هي دهون. فش راح تسوي؟ راح تفرز لنا هرمون. الهرمون هذا اسمه، هسا احنا قلنا انه الهرمون هذا اللي هو اسمه كوليسيستوكاينين انفرز عندنا. منين انفرز تحديدا؟ اللور ديودينم. هسا خلينا نحكي لكم عن الديودينم شوية. الديودينم عندنا راح يتقسم لمنطقتين. زين، هاي الابر ديودينم واكو اللور ديودينم، يبدي منه. فهسا احفظوها، طبعا هاي تاخذوها بالتفاصيل هواية، هي هاي منطقة كلش يعني تتقسم بها هواية شغلات، بس انتو حفظوها انه هسه upper و lower. زين، بعد السيلز هنا قلنا تفرز هالهرمون. اوكي، بعد مو بس ال lower part of the duodenum، لا الجيوجينم اللي يجي ورا الديودينم. زين، راح يفرز شنو؟ الهرمون. طبعا هذا الهرمون اسمه شنو؟ اسمه كوليسيستين قلنا، وهو من نوع البيبتايدز. عندنا الهرمونات راح تاخذوها بالفسلجة. زين، بالفصل الثاني، اي بالفصل الثاني راح تاخذوها يعني بشكل مفصل، راح تتعرفون على انواع الهرمونات ومن هالسوالف. فهسه من هسه خاف يعني يجيكم سؤال، احفظوا انه الكوليسيستوكاينين هي بيبتايد هرمون. زين، هسه احنا قلنا انه انفرز، خلني نشوف تاثيره بالجسم شنو. طبعا هو يروح للدم، وراها راح يبدي تاثيره على الجسم. اول تاثير راح يسويه هو على الجول بلادر، يسويها شنو؟ causing it to contract releasing the bile. احنا تتذكرون قبل شويه قلنا انه البايل سولت راح تنتج من بالكبد. زين، وتتخزن بالضبط وين؟ بالجول بلادر. الجول بلادر هم راح تاخذوه بالانسجه مالت الجي اي تي، عنده طبقات، واحده من طبقاتها تحتوي على عضلات ملساء. من تتحسس انه اكو عندنا كوليسيستوكاينين راح تصير بيها كونتراكشن، راح تنقبض، ومن تنقبض راح تفرز لنا البايل سولت ويخرج وينفرز بالديودينم. زين، هاي اول افكت. زين، التاثير الثاني اللي راح يسويه الكوليسيستوكاينين هو الاكسوكراين سيلز اوف ذا بانكرياس ريليس دايجستيف انزيمز. يعني احنا عندنا البنكرياس بنوعين من الخلايا. اوكي، اول الخلايا هن شنو؟ اندوكراين، والثاني هو اكزو. زين، بعض الاكزوكراين اي شيء يفرز المحتويات مالت الخليه لبرا، يعني مثلا الجوف مالت الامعاء فوق بالجليد، عندنا الغدد اللعابيه مثلا يفرزها بالفم وكذلك. اما الاندوكراين اي شيء يفرزه جوا الدم، المجرى الدموي او الاوعيه الدمويه. مثال عندنا هوايه، يعني مثلا عندنا انسولين هنا، عندنا الغدد الدرقيه وكذلك. الاكزوكراين واحده منهم انزيم اللايبيز مات البنكرياس نفسه. زين، هسه طبعا مو بس انزيم واحد، لا اكثر من انزيم راح نتعرف عليهم واحده واحده.
زين. الشغله الثالثه راح تسويها هالهرمون هو ديكريز جاستريك موتيلتي، يعني الحركيه مالت الامعاء اللي كان اسمها البيرستالسيس راح تبطا. طبعا من تبطا اكيد راح يعني الكونتاكت تايم مالت الاكل ويا الخلايا مالت الامعاء تزداد، بالتالي الامتصاصيه تزداد، وايضا انه الاكل الانزيمات راح يشتغل عليها اكثر واكثر. زين، هسه نفس الوقت اللي انفرز بيه الكوليسيستوكاينين راح ينفرز لنا هرمون بيبتايدي اخر اللي هو السكريتين. زين، ليش انفرز وشنو وظيفته؟ احنا الاكل اللي جانا من المعدة راح يكون شنو عند البي اتش لو، يعني راح يكون حامضي. زين، احنا بالبداية قلنا انه مو كل انزيم يقدر يشتغل باجواء حامضية، فالامعاء الانزيمات الموجودة بالسمول انتستين ما عندها القابلية على التحمل البي اتش الحامضي، فهنا الميكوزال سيل راح يفرز لنا شنو السكريتين. السكريتين يروح وين؟ يروح للبنكرياس، يخلي البنكرياس يفرز لنا ووتري سولوشن، يعني محلول مائي غني بالبايوكربونات. البايوكربونات اخذناه بالمرحله الاولى وراح ناخذها هم بالمرحله الثانيه بالفسلجه. البايوكربونات راح يخلي المحلول الموجود به يصير قاعدي، يعني البي اتش مالته يرتفع. زين، من البي اتش مالته يرتفع يعني تقل الحموضيه مالته، وبالتالي يعني راح يصير الانفايرمنت يعني البيئه مناسبه للانزيمات الموجوده بالسمول انتستين حتى تاذي. زين، هسه نجي للترايجليسرايد ديجريديشن، عوف التايتل مالته. احنا راح نحكي هنا على الانزيمات مالت البنكرياس المختصه بتحطيم الليبيدز، اللي هن اولا عندنا بنكرياتيك لايبيز، ثانيا كولايبيز، وثالثا عندنا الكوليسترول استر هيدروليز. نجي واحده واحده. البنكرياتيك لايبيز هاي شغلتها انه راح تسوي لي ريموف فاتي اسيد ات كاربون 1 وكاربون 3، يعني الفاتي اسيد تشينز السلاسل مالت الفاتي اسيد راح تشيلهن من وين؟ من الترايجليسرايد. اوكي، وين بالضبط؟ بالضبط بالكربون رقم 1 و3، احفظوها هاي المعلومه. زين، عن الانزيم الاخ راح نحكي مع نفتهمه شويه شويه مو هسه. يقول عندنا بروتين سكريتد باي بانكرياس تو ستابلايز ذا انزيمز ات ليكويد اكويوس انترفورس. شوي شوي نتعرف عليهم. زين، الانزيم الثالث اللي هو كوليسترول استر هيدروليز، هاي راح يجيب لنا شو يسوي؟ الكوليسترول استر راح يحطمهن وراح يطلع لنا شنو؟ فري كوليسترول. مثل ما تشوفون هنا بهالصورة انه هذا الترايجليسرايد اجانا، واجا هنا البنكرياتيك لايبيز راح يتدخل. ايش راح يسوي؟ راح يطلع لنا الكربون رقم 1 الكربون رقم 3 اللي هو وين؟ هذا وهذا، ثاني راح يطيرن. اوكي، ويبقى لنا بس هذا المركب اللي هو اسمه شنو؟ مونو اسيل. الصورة الاخ اللي هي كوليسترول استر بكل بساطة يجي الانزيم مالته راح يحوله الفري كوليسترول، يعني كلوس. هسه نجي للفوسفوليبيد ديجريديشن. احنا اخذنا الترايجليسرايد والكوليسترول استر، هسه ناخذ الفوسفوليبيد اللي هن ذني يعني يشكلن الليبيدز بشكل عام. زين، هسه يقول البنكرياتيك جوز از ريتش ان برو انزيم اوف فوسفولايبيز A2. نيجي نوقف هنا عند كلمة برو انزيم. كلمة برو انزيم معناتها ان الانزيم جاهز حتى يشتغل بس هو ما مفعل. ليش ما مفعل؟ لان اذا اتفعل راح يعني يؤذي العضو اللي راح يعني يخزنه. على سبيل المثال هسه هو الفوسفولايبيز A2 هو وين موجود؟ بالبنكرياس. البنكرياس اذا اشتغل قبل راح يهدم ويهضم ويبدي بهضم البنكرياس نفسه، وطبعا هالشي ما راح يصير. ليش؟ لان هو برو انزيم يعني غير نشط خامل. شو وقت راح يتنشط؟ من يطلع للجوف مالت الانتستاين
ويلاقي التريبسين، التريبسين راح يفعله، وهنا راح يبدي الفوسفولايبيز A2 بتحطيم الفوسفوليبيدز. طبعا التريبسين هو هم ينفرز من البنكرياس. زين، ريموفز فاتي فات ات ذا C2. ها الفوسفولايبيز هاي راح يعني يسوي ريموفينج للفاتي اسيد وين بالضبط؟ بالكربون رقم 2 ليفينج، وراح يبقى يعني من راح الكربون 2 ايش راح يبقى لنا؟ لايزوفوسفوليبيد which is further degraded، اللي هذا هم دوره راح يصير له مثل ما تشوفون هنا بهالمخطط عندنا الديجريديشن اوف فوسفوليبيد. يعني هنا عندنا الانزيم هذا وراح يطلع شوية شوية، تشوفون هنا نطلع هذا وهنا نطلع هذا. زين، قبل لا نبلش بالابزوربشن راح لازم نرجع ونفتهم سالفة انزيم الكولاي بيس هذا. وين نرسم؟ خلينا نرسم هنا. زين، ان هذا الميوكوزال سيل، اوكي، اللي هو الخلية مالت الامعاء الدقيقة. زين، هاي الذغابات مالتها. حلو، احنا هنا ايش صار؟ قلنا صار عملية الامالسيفيكيشن، الدهون كانت كبيرة وانفرز عليها البايل سولت، وبحركة البارستالسز اللي شرحناها ايش صار بيهن؟ صارن صغار، اوكي، صارن صغار ويحيطهن البايل سولت، خلينا نقول ايج. زين، وراها قلنا الانزيم اللي هو اللايبيز مال البنكرياتيك لايبيز يجي هنا ينفرز، هم يريد يهضم الليبيدز الموجودة هنا. خلي نرسمها بلون ازرق، نرسمها هيج. زين، هسه هذا هو الانزيم راح يحطم لنا وياكل لنا الدهون حتى يسويها قطع كلش صغار حتى يسهل امتصاصها من قبل الذغابات اللي هن ذني مالت المعدة. زين، بس هنا اكو مشكلة، انه الانزيم البنكرياتيك لايبيز ما يقدر يتعرف على قطع الدهون ذني. فش راح يصير؟ راح يصير كالتالي، انه الكولايبيز هو انزيم مساعد يجي يرتبط وين؟ بقطع الدهون واحدة واحدة، يجي مثلا يرتبط هنا. فمن يرتبط هنا انزيم البنكرياتيك لايبيز هنا يقوم يتعرف على قطع الدهون وهاي، ويجي يحطمهن واحدة واحدة ويطلع منهن قطع مال بروتين بأبسط. زين، هسه قلنا انه البنكرياتيك لايبيز حطم لنا الدهون وخلاهن بأبسط صورة. خلينا نشوف شنو هن الابسط صوره ذني. عندنا اولا ال FFA اللي هو شنو؟ فري فاتي اسيد، فري زين. ال FC شنو؟ هو فري كوليسترول. زين، ال 2MG شنو؟ 2MG هو 2 مونو جليسرايدز. لحظة، القلم مو ظرف. زين، هسه ذني أبسط صورة صار عندنا. شي يقول؟ يقول are primary products، يعني المكونات الأساسية of dietary lipids، الليبيد اللي اكلناهن degraded in the jejunum، يعني صار لهم تحطيم بالجيوجينم. These together with the bile salt form mixed called micelles، يعني ذني ويا البايل سولت المتحد راح يصير اسماء شنو؟ micelles. زين، هسه اذا سالناكم شنو المايسلس، الجواب هو ذني متحدات ويا البايل سولت. زين، where it facilitate lipid absorption، وهالشغلة راح يسهل عملية امتصاصهن بواسطة الذغابات مات الخلية الأمعاء الدقيقة. زين،
طبعا هنا عندنا استثنائين ما راح يكونن مايسيلس، اللي هن الشورت والميديوم تشين فاتي اسيد. كفاتي اسيد سلاسل وافرع منهن تكون ميديوم متوسطة وقصيرة الطول، ذني ما راح يحتاجن يسوون مايسيلس، لا قبل يصير بهن ابزوربشن دايركتلي. فاجاكم ام سي كيو مثلا، شنو اللي راح يصير بيه absorbed directly by the cells of intestine؟ راح تقولون short والmedium chain length of fatty acid. اوكي لا تنسوا هو fatty acid الاصل مالته. زين هسه ورا ما صار عندنا امتصاص للفاتي اسيد او الليبز بشكل عام، بابسط صوره للميكوزال سيل اللي هن خلايا الامعاء الدقيقه، نقول انه المايسيليوس دخل هنا، وعندنا شنو الشورت والميديوم تشين فاتي اسيد ذني امتصن. خلينا نشوف ايش راح يصير بيه. يقول ريسينثيسايز اوف كوليسترول استر وترايجليسرايد، يعني راح نقوم نسوي من ابسط صوره اللي امتصناها هم نرجعها معقدات، يعني بشكل معقد مثل ما كان قبل لا نحطمهن، اللي هن شنو كوليسترول استر وترايجليسرايد. شلون يا بيصير هالشي؟ اول شي يجيبون الفاتي اسيد وراح يحاولوا شنو فاتي اسيد كو اي، يعني راح يصير له اكتيفيشن اكتف فورم مالته. زين وبعدين المونوجليسرايد راح يتحول الى ترايجليسرايد بواسطة انزيم اللي هو اسيل ترانسفريز. هسه انتو احفظوا انه الاكتف فورم مالت الفاتي فاتي اسيد هو فاتي اسيد كو اي، والمونوغليسرايد راح يتحول الى تريجليسرايد بواسطة هالانزيم. وموقع هالانزيم وين بالضبط؟ لا تنسوه بالانتستاينال سيل، اوكي اللي هو ميوكوزال سيل. زين اكو هنا هم اكسبشن، اوكي مثل السلايد اللي راح، انه الشورت والميديوم تشين ذني ما راح يصير بيه شيء لا قبل يتم امتصاصهم. اوكي راح يجي مثلا هنا عندنا وعاء دموي، زين وذولا الشورت تشين والميديوم تشين راح يمتصن قبل. زين من يروحن للدم ايش راح يصير بيهن؟ اكو بروتين كارير بروتين، يعني بروتين حامل يحمل اي شيء، مواد هرمونات ادويه، وظيفته انه حمل ينقل من مكان الى اخر، اسمه الالبومين. اوكي الالبومين راح يشيل الشورت والميديوم تشين مالت الفاتي اسيد ويوديهن وين؟ الى الليفر. زين بعدين اكو شنو افاميلي اوف اسيل ترانسفريز، يعني من هالعائله. اوكي راح تسوي لنا شنو ريسبونسبل فور ري اسيليشن. كلمه ري يعني اعاده، اوكي اسيليشن يعني عمليه الاستله. زين ايش راح يصير؟ اكو عندنا تذكرون اللايزو فوسفوليبيد اخذناه، خلي اشوف وين اخذناه، حياته تذكرون انه قلنا انه يظل وحدة ورا ما يطلع من الكربون رقم اثنين، راح يظل وحدة. فيجي هالعائلة من الانزيمات اللي هن شنو اسيل ترانسفريز راح يحولهن الى شنو فوسفوليبيد، ويلزمون الكوليسترول اللي هو الفري كوليسترول راح يحولون مرة لخ الى كوليسترول استر، وبس هاليد وهذه المعادلة مالته. هسه بقالنا بس اخر سلايد اللي يحكي على حالة مرضية اللي هو ليبيد مال ابزوربشن. ليبيد مال ابزوربشن معناه سوء امتصاص، اوكي زين. هاي الحالة الإنسان إيش قد ما ياكل فاتي يعني فاتس ما راح يصير له امتصاص وراح يطلع بشكل تلقائي ويا الخروج. زين يقول lipid malabsorption lead to loss of lipid، راح نخسر الليبيد اللي ناكلهم in the feces يعني البراز، which is called هاي الحالة اسمها stereuria. زين المشكلة اللي يصير هنا انه عندنا فيتامينات ما راح نقدر نمتصهن الا بوجود دهون ويا الاكل، لان هي هم تخاف من الماء فتحتاج وسط دهني حتى يتم امتصاصهم. ذن الفيتامينات اللي هن كلمة اكد
فيتامين اي وكي ودي واي. زين راح تاخذوه بالفصل الثاني بالفيتامينات. بعد ويا خسارة الفيتامينز ذني راح نخسر الاسينشال فاتي اسيد. زين شنو اسينشال فاتي اسيد؟ احنا عندنا الفات نوعين، اسينشال ونون اسينشال. النون اسينشال الجسم مثلا ياكل كربوهيدرات ياكل بروتينات ويحولهم الى دهون ويخزنهم بالجسم، بس اكو فاتي اسيد الجسم ما راح يقدر يعني يصنعها الا لازم ياكلها بالدايت والاكل مالته. مثال عليهم كلكم تعرفون الاوميجا 3، هاي موجوده بس بالاسماك. فالانسان اللي يصير عنده مال ابزوربشن مال الليبيد راح يفقد الفيتامين الذني،